D'un tumeur telt, je marque d'une croix tout triangle correspondant à un agrandissement du triangle ABC. Agrandissement, ya tkbir. D'un عندي المثلث ABC و هذا انا كنقلب على التكبير الى لاحظتوا هاد المثلثات دين صغار بحال هكدي كيمثلث صغير ولكن ماشي ديال هذا بالضبط. دين هادو ما غاديش نخدم بهم حيت هادو صغير. انا غادي نمشي غير لهاد الجوج هما اللي غادي نقارن مع هاد المثلث هذا. نشوف شحال عندي هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا هنا عندي ستة، شحال كخصني نلقى في القاعدة ديال المثلث اللي غنختارو من هادو؟ خصني نلقى 12 ولا نلقى شي عدد اللي يكون مضاعفات ستة. تشوف هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، تسعود ماشي مضاعفات ستة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش 12. إذا هذا هو المثلث اللي كاين تلت كبير ال A B C. نشوفو في التمرين رقم أربعة، أتمم رسم تصغير المثلث A B C بمقدار اثنان من مرتين باستعمال أداة القياس والمسطرة. إذا شنو قال لي؟ بحال دابا هنا عندي أربعة، بغيت ندير التصغير، أشنو قلنا كنديرو؟ التصغير كندير القسمة، يعني غنقسم على شحال؟ غنقسم على جوج باش نحصل على هذا الضلع. عاود تاني هاد الضلع غنشدو غادي نقسمو على جوج باش نحصل على هاد الضلع. هاد الضلع هذا اللي فيه تمنية حتى هو غادي نقسمو على جوج باش نحصل على هاد الضلع. إذا عندي هنا ربعة قسمة اثنان غتعطيني اثنان. أنا غادي نجي نحدد اثنان هنا، عندي صفر. هنا فين عندي اثنان؟ في هاد البلاصة فين جاتني جوج سنتيمتر. هنا عندي ستة سنتيمتر، ستة سنتيمتر إلا قسمتها على اثنان تتعطيني ثلاثة. إذا غنحدد ثلاثة سنتيمتر هنا، ندير ثلاثة سنتيمتر. ثم عندي ثمانية سنتيمتر، ثمانية قسمة اثنان كتعطيني أربعة سنتيمتر. إذا خصني نلقى أربعة سنتيمتر هنا. إذا بطبيعة الحال هي هذه أربعة سنتيمتر، وكنرسم القاعدة ديالي على هذا الشكل. إذا هنا قلنا غتكون عندي أربعة سنتيمتر، هنا ثلاثة سنتيمتر، هنا جوج سنتيمتر. هذا غير فليش. ثم غادي ننتقل للتمرين رقم خمسة. إذا اش تيقولنا التمرين؟ أحدد مقدار التكبير وأتمم الرسم. إذا هنا منين غادي نعرف؟ عندي هاد القاعدة هادي وعندي هادي. هنا عندي واحد جوج، هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا عندي واحد، هنا لقيت جوج. لأن واحد باش ننتقل لجوج شحال فاش كنضرب؟ ضربت في جوج. وجوج باش ننتقل لربعة ضربت في جوج. إذا مقدار التكبير هو اثنان. وغادي نكمل الشكل. شحال عندي هنا؟ عندي خانة وحدة. إذا واحد إلا ضربته في جوج غادي يعطيني جوج. إذا هنا خصني نرسم جوج الخانات. ثم عندي هنايا جوج غادي يوليو عندي أربعة. إذن واحد جوج ثلاثة أربعة. غادي نحبس هنا، نرسم الشكل ديالي هكا. هذا عندي فيه واحد غادي يوليو عندي جوج. إذا كيدوز من المنتصف، إذا كيدوز من المنتصف بحال ما هاد الشكل. إذا عندي جوج هنا. ثم غادي نطلع، غادي نرجع هنا بتربيعة. إذا التربيعتين، تربيعة في واحد هي جوج. هيا نفس الشكل هنا. ثم عندي هنا غنطلع التربيعة، تربيعة غنضربها في جوج تعطيني جوج تربيعات. نفس الشكل غادي نعاودو هنا. ثم تربيعة في جوج تعطيني جوج تربيعات. إذا ها أنا صايبت التكبير لهذا الشكل. فهاد الدرس هذا ديال التكبير والتصغير فهو من بين الدروس اللي كتكون سهلة بزاف. عندي أرسم تصغير للشكل أو تصغير الشكل بمقدار اثنان. إذا لاحظ معي كيفاش غادي نبدا هاد الشكل هذا. عندي هنايا واحد جوج ثلاثة، عندي هنا واحد جوج ثلاثة، عندي واحد جوج ثلاثة، عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندي واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وعندي هنا أيضا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا لاحظ معي، أنا غادي نحاول نبدا من هاد الواجهة هادي ونكمل الشكل ديالي. إذن عندي هنا كيف ما شفت واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة نقسمها على جوج غتعطيني ثلاثة. أنا غادي نرسمو إكزاكت حداه هنايا. إذن عندي واحد
نرسمها هكا واحد جوج ثلاثة ثلاثة اللي عندي. ثم عندي ثلاثة الفوق ثلاثة غادي نقسمها على جوج عطتني واحد أونس. إذا ثلاثة إلا قسمت على جوج كتعطيني واحد أونس. إذا غنجي حتى النص ديال هذا بحال هذا الشكل. هنا أيضا عندي واحد جوج ثلاثة غتعطيني واحد أونس. غادي ننزل بواحد أونس. إذا غادي نحبسو هنا بحال ما هكا. ثم عندي هنا أيضا ثلاثة غادي نمشي هكا واحد أونس. إذا غادي نمشي بواحد النص راه كاين عندي تما. ثم غادي نهبط واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة غادي نهبط بثلاثة ثلاثة. وعندي غنطلع النيشان ثلاثة. إذا واحد ونص هكا. ثم غادي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة غادي نمشي ثلاثة هكا. واحد جوج ثلاثة. إذا هذا ما جانيش في بلاصتو علاش حيت هذا أصلا ما قديتوش. إذا هذا ما غاديش من الوسط غادي يجيني هكا هكا غادي يجي. إذا يعطيني واحد جوج ثلاثة. نمسح هاد البارتي حيت هذا في الأصل ما دايش ليا من الوسط دايز من الجنب ديال التربيعة على هاد الشكل. وهكا كنكون حصلت على صغير. ثم في التمرين رقم سبعة لأن الشكل بي تكبير للشكل أ كما رسمه إدريس. هل الرسم صحيح؟ إذا كان الجواب النفي فأعد رسمه على ورق مليمتري. لأن ورق مليمتري أنا غادي نستعمل غير هاد الورق هذا. إذا إلا لاحظتو فغير بالعلم مجردة كيبان لي بلي راه الشكل خطأ. إذا غادي نكتب لها الشكل هو الرسم خاطئ. غادي نعاود الرسم ديالو الرسم التكبير ديالو. إذا غناخد المسطرة ديالي وغادي ناخد هاد القياسات هادو. هنا شحال عندي؟ عندي جوج أونص. إذا جوج أونص غادي نضربو في جوج. ندير أنا التكبير مرتين جوج أونص. إلا ضربتها في جوج كتعطيني خمسة. إذا غادي نرسم خمسة هنا. إذا عندي خمسة هكا. ثم ناخد هاد القياس هذا. عندي هنا أيضا جوج أونص. إذا غادي يعطيني أيضا خمسة في هاد المكان. عندي خمسة محدودة هنا. ثم عندي هاد الطول عندي فيه. ثم عندي في هاد الطول عندي واحد واحد جوج ثلاثة واحد فاصلة ثلاثة. عندي واحد فاصلة ثلاثة نضربها في جوج غتعطيني جوج فاصلة ستة. هنا غادي نرسم جوج فاصلة ستة. يعني عندي جوج هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. كنحسب دوك الشرطات الصغار اللي من وراء دوك الأعداد اللي عندي. يعني جوج فاصلة ستة نشوف هنا واش نفس الشكل. عندي جوج واحد فاصلة ثلاثة إذا غتعطيني جوج فاصلة ستة. جوج فاصلة ستة هكا. تقريبا غتعطيني نفس الشكل هنا. نشوف واش لهنا عندي جوج واحد فاصلة واحد فاصلة واحد. إذا غتعطيني جوج جوج فاصلة جوج. هنا غادي تعطيني جوج فاصلة جوج. جوج فاصلة جوج. نشوف شحال عندي هنا باش نشوف واش اكزاكت. واحد فاصلة جوج. إذا غتعطيني هنايا جوج فاصلة أربعة. إذا نفس الشكل جوج فاصلة أربعة اللي عندي هنا. إذا هذا الشكل هو اللي كيمثل التكبير. إذا هذا هو التكبير ديال الشكل أ. نشوف الرقم والتمرين رقم ثمانية. أعيد رسم الشكل التالي بأبعاده الحقيقية على ورق مليمتري باستعمال الأدوات الهندسية اللازمة. أرسم تصغيرا للشكل بمقدار أربعة. إذا لاحظوا معي غادي نرسم هذا الشكل هنا
نحاول نطلع الكتاب شوي. يعني عندي هنا 12 سنتيمتر، غادي نرسم 12 سنتيمتر هكا. عندي 12 سنتيمتر هكا، ثم عندي 4 سنتيمتر، ثم عندي 6 سنتيمتر ديال هذا الشكل على شكل شبه منحرف. عندي 6 سنتيمتر في القاعده الصغرى، يعني ناخذ 6 سنتيمتر هنا، ثم عندي 8 سنتيمتر في هذا الجانب هذا. إذن عندي 8 سنتيمتر، إذن هي هذيك. نحاول أني نرسمها هكا، واخا ما عنديش الإمكانية كيف ندير 8 سنتيمتر. إذن مزيان، لأن عندي 12 سنتيمتر، 8 سنتيمتر، 6 سنتيمتر، ثم 4 سنتيمتر. إذن بغيت ندير تصغير لهذا الشكل هذا بمقدار 4 مرات. إذن عندي 12 غادي نقسمها على 4، 12 إلا قسمتها على 4 كتعطيني 3 سنتيمتر. إذن نرسم التصغير ديالو هنا، كتعطيني 3 سنتيمتر. إذن هنا عندي 3 سنتيمتر، ثم عندي 4، غنقسم 4 على 4 غتعطيني 1 سنتيمتر. هنا 1 سنتيمتر، ثم 6 سنتيمتر. عندي 6 نقسمها على 4 غادي تعطيني 1.5 سنتيمتر. إذن 1.5 سنتيمتر، إذن عندي هنا 1 وهنا النص. ثم عندي 8 سنتيمتر غنقسمها على 4 غتعطيني 2 سنتيمتر. إذن هي اللي عندي هنا، إذن عندي 2 سنتيمتر هنا، لأن قلنا ولات عندي 3 سنتيمتر، هنا تولي عندي 2 سنتيمتر، هنا 1.5 سنتيمتر، ثم هنا 1 سنتيمتر. إذن هنا نكون ساليت التمارين الخاصة بالدرس ديال التكبير وتصغير الأشكال الهندسية. إذن نتمنى أنكم تستفدوا من هاد الحصة هذه، وأنكم تدعمونا بالنسبة للناس الجدد. وشكرا بزاف بزاف للناس اللي كاين عندي فلاشين، اللي ديما مدعميني وديما متبعين الجديد. وتلقاو في درس آخر إن شاء الله.